Put your flags up in the sky. Juggle on the wall. Hey, man, I'm trying to say. ممكن الكرة وممكن نسجل الهدف الثالث بالمباراة، انما هناك انجاز عم يعمله احسان الله. يعني لو كان موجود شاكر حميد لكن ممكن كنا نشوف الهدف الثالث لمصلحة المنتخب اللبناني. على كل الاحوال احسان الله عم يعمل الانجاز على التسديد. عادي شربيل ما زال سوني سعد عم يبحث عن الشباك، عم يبحث عن تسديد هدف كرة رأسية مثالية، لكن الصدى كانت انجاز رائع. Everybody put your flags in the sky and do